الأول ورقة الصفات. أول درس الوراثة المندلية، طبعاً كلنا بنعرف إنه تتحكم الجينات في الصفات الوراثية، ونعرف لكل جين شكلين يسمى كل منهم أليل. قد يكون الأليل سائد ونعبر عنه بالحرف الكبير تي كابيتال، وقد يكون الأليل متنحي يعبر عنه بالحرف الصغير تي اسمه. لاحظ تي كابيتال تي اسمه. هلا قد تكون الصفة نقية، معنى نقية أي متماثلة الأليلات، تي كابيتال تي كابيتال متماثلة الأليلات نقية، وقد تكون غير نقية غير متماثلة الأليلات تي كابيتال تي سمول، لاحظ غير متماثلة الأليلات. هلا رح نبلش بأول تجربة من التجارب اللي توصل من خلالها إلى مبدأ السيادة التامة وقانونه الأول اللي هو قانون إعزال الصفات، حيث قام بالتجربة الأولى اللي من خلال إجراء تلقيح بين نبات نازل طويل الساق نقي متماثل الأليلات مع نبات قصير الساق متنحي أليلاته زوج الأليلات اللي هو متنحي، رمزنا بالزوج تي سمول تي سمول لأنها صفة متنحية. هلا الصفة المظهرية اللي تظهر على النبات أو على أي كائن، ماشي، الصفة المظهرية طويل الساق، الصفة المظهرية قصير الساق معبر عنها بالطراز الشكلي للأبوين، أما الجينات التي يحملها الأبوين نعبر عنها بالطراز الجيني. لاحظ طويل الساق نقي يعني متماثل الأليلات، ماشي، أما بالنسبة لقصير الساق برضه متماثل الأليلات متنحي، وهي الجينات بنسميها أو الأليلات بنسميها الطراز الجيني للنباتين والأبوين، أما الطراز الطرز الجيني اللي بتجمع جينيتات الأبوين فهي عبارة عن تي كابيتال فاصل تي كابيتال تي سمول فاصل تي سمول. هذا الحكي بيعني لي التالي، إنه أنا عندي زوج الأليلات محمول على زوج الكروموسومات المتقابل أو الزوج الكروموسومي نفسه، كروموسومين متقابلين يعني 2N. هلا انقسام موصف 1N هون 1N، حدث انقسام موصف أدى إلى تنصيف المجموعة الكروموسومية الثنائية، زوج الكروموسومات الذي يحمل زوج الأليلات كما تعلمنا سابقا ينفصل أو ينقسم انقسام موصف 1N جاميت 1N جاميت. نفس الشيء بالنسبة لقصير الساق 2N زوج كروموسومات متقابلين انقسم انقسام موصف 1N 1N ثنائي المجموعة الكروموسومية وحادي وحادي 1N 1N. هلا بنلاحظ في الطراز الجيني لأفراد الجيل الأول أو الأفراد الناتجة من تلقيح الأبوين جاميت من الأب مع جاميت من الأب الآخر، اجتماع الجاميتين يؤدي إلى تكوين الفرد الناتج ويرمز له بالطراز الجيني تي كابيتال تي سمول، وتكون الصفة المظهرية لجميع أفراد الجيل الأول طويلة الساق. هلا لماذا كان أفراد الجيل الأول جميعها طويلة الساق؟ كلنا بنعرف حسب مبدأ السيادة التامة اللي وضعه مندل إنه يظهر تأثير الليل طول الساق السائد، ولا يظهر تأثير قصر الساق المتنحي حسب مبدأ السيادة التامة. إذا في مبدأ السيادة التامة عند اجتماع الليلين بصفتين متقابلتين اللي هي قصر الساق طول الساق، فإن الليل الصفة السائدة اللي رمزنا لهم بالحرف الكبير يظهر تأثيره ولا يظهر تأثير الصفة المتنحية، وهذا معناه أن حدثت عملية سيادة تامة أخفت ظهور الصفة المتنحية بسبب اجتماع الأليل السائد مع الأليل المتنحي حسب مبدأ السيادة التامة، وهو ما توصل له مندل خلال نتائج قواعد صفة واحدة اللي هي صفة طول الساق. لو درسنا صفة لون الأزهار أو صفة شكل البذور أو صفة لون القرون راح نلاحظ نفس النتائج راح تظهر معنا عند تزاوج أبوين أحدهما سائد يحمل الصفة السائدة بصورة نقية مع آخر متنحي، فإن الصفة السائدة تخفي تأثير الصفة المتنحية
تكون أفراد الجيل الأول كلها تحمل الصفة السائلة، ولكن تكون الصفة السائلة كما لاحظنا غير نقية، غير متماثلة الألينات. السبب في ذلك إنه الألينات اللي في أفراد الجيل الأول أحدهما كان من الأب السائد النقي، والألين الآخر كان من الأب المتنحي. اجتماع الألينين أحدهما متنحي والآخر سائد، الليل الصفة السائدة يخفي ظهور الليل الصفة المتنحية، وتظهر جميع أفراد الجيل الأول تحمل الصفة السائدة، لكن بتكون الصفة السائدة زي ما حكينا غير نقية، هي متنازلة الألينة. بالإضافة إلى نتائج أو توصل مندل إلى مبدأ السيادة التامة من خلال توارد صفة واحدة في نبات بازلنا طويل الساق نقي مع قصير الساق، توصل إلى إنه في عندي شيء اسمه قانون مندل الأول اللي هو قانون إنزال الصفات، والذي ينص على أن الأليلين المتقابلين بصفة وراثية واحدة ينفصل كل منهما عن الآخر عند تكوين الجامدات في عملية الانقسام النصف. زي ما حكينا الأليلين متقابلين على الزوج الكروموسومي نفسه، هذول الأليلين لصفة طول الساق ينفصل كل منهما عن الآخر، ينفصل كل منهما عن الآخر في عملية انقسام منصف زي ما تعلمنا ثنائي المجموعة الكروموسومية، كروموسومين متقابلين 2N انقسموا انقسام منصف أعطاني 1M 1N تمام؟ عند تكوين الجامدات في عملية انقسام منصف، وبالتالي في أفراد الجيل الأول ظهر عندي كلها طويلة الساق، لأنه في عندي جاميت من الأب كان يحمل الأليل السائد، اجتمع مع جاميت من الأب الآخر كان يحمل الأليل المتنحي، اجتماع الأليل السائد مع الأليل المتنحي يؤدي إلى اختفاء ظهور الصفة المتنحية بسبب مبدأ السيادة التامة. والسلام عليكم ورحمة الله.